توب 10 أجمل 10 أماكن للتصوير في جدة. في المرتبة العاشرة عندنا الشارع التحلية وتحديداً لشاتو مول. المول هذا يتميز بأنه تصميمه فرنسي ومستوحى من الشانزليزيه، واللي يميزه برضو أنه مول مفتوح فالإضاءة فيه رائعة جداً للتصوير. قدام المول هذا تحديداً في مجمع تجار جدة، واللي يميز المجمع هذا عن غيره هو تصميم الحديقة الأمامية لكل فيلا والورود الطبيعية المزروعة هناك ألوان وأشكال. في المرتبة التاسعة عندنا طيارة درة العروس. ما حتفلسف وقول لكم ايش قصتها، لكن هي لوكيشن جدا رائع للتصوير وعرض الازياء زي ما انتم شايفين. في المرتبة الثامنة عندنا منتزه وادي الخمرة. يا جماعة هذا المنتزه موجود في جنوب جدة في منطقة الخمرة تحديدا، وفي له مجرى سيل ونهر. الناس اللي تعشق الطبيعة لا اوصيكم عنه. في المرتبة السابعة عندنا متاحف عبد الرؤوف خليل ومدينة الطيبات، هو افضل متحف ممكن تشوف فيه التراث وممكن تصور فيه التراث السعودي الأصيل. في المرتبة السادسة عندنا خليج سلمان وجزيرة الخيل والسقالة المائية، وهناك ممكن تصور أجمل غروب للشمس مع الخيل تحديدا. في المرتبة الخامسة عندنا حديقة الروضة اللي تجمع كل عشاق الجرافيتي وفيها أعمال وجداريات جدا رائعة للتصوير. وفي المرتبة الرابعة عندنا المتحف المفتوح اللي في آخر كورنيش الحمر. راح تلقوا في المتحف هذا مجسمات فنية عالمية ناهيكم عن جمال الحديقة والكورنيش اللي وراه، واللي دائما أنا بستغل مرشات تبعي عشان أعمل صور تحت المطر بالشكل هذا. في المرتبة الثالثة عندنا جبل القمر في عسفان، لكل عشاق المغامرات وتسلق الجبال والهايكينج الجبل هذا يناديكم. وفي المرتبة الثانية جدة التاريخية والمعلم السياحي الأكثر زيارة من كل السياح. وفي المرتبة الأولى وبلا منازع الواجهة البحرية والكورنيش الجديد، وخصوصا ممشى الألوان اللي انعمل مؤخرا. وكذا باختصار أعطيناكم زبدة الزبدة.